مرحب يا شباب، هيدي سمكة موسى، السمكة المفلطحة، صغيرة أكيد حترجع على المي. طلعت معنا على الدود. هيدي حترجع على المي. هذا الريس جاري ساحب سمكة هلا، مدري أي شيء. تعالوا نكتشف. هات نكتشف. شو بتقول، نفايخة ولا فلتت؟ نايلون. يلا منيحة كبيت حد الصخرات، شكلها منيحة منيحة والله. طيب يا سمكة أباشي، ها هيك نايلون، يعطيك ألف عافية. شو عم بتطعم دود؟ دود أيوان، دود كوريان ومملح. وهي الشباب هونيك عم بيجابل جوا على البلدية، ما في شي. انا طلعت معي هيدي السمكة اللي شفتوها، وهيدي هي. يعني اليوم بهدلت البهدلة، ما في شيء ابدا. هونيك الشباب طلع معه النفايخة على الجيك، انا ما ضرب علي شيء، كمان جاري ما ضرب شيء، طلع له بس فرخين نايلون عين نظفهم. ليكوا الغلي اليوم يا شباب ما احسنها. كم صرت اكل شوكة؟ مو لوعد لهلا يعني عم القطي. يلا بسيطة، ما في. كان في نفايخة يقطش سنانير كمان على طعم الدود وطعم القريديس. بحر ابدا، ما هلا مليان بذره، مليان قنديل، وكان في دلافين عم بتكزر هون الصبح. فهيدا كله بدل انه ما في سمك. يلا يعطيكم العافيه، والله يرزق الجميع.